كنظنهاش كاع ماما ما ظنيتش. اصي خويا بدر غير خرجت كي حليت الباب كي هزيت الخاميه وليت كنقول يا ريت ديك ديال كون مرت شقات ودخلت غير ما نشوفش داك المنظر. تقولي ليش لقيتي جالس مع اختك ناس مع اختك؟ اخويا بدر واو شنو وليت كنقول في هذيك اللحظه اخويا بدر فاش دخلت؟ هذه اختك من امك وباك؟ بنت امي وبا ماشي اختي من با ولا اختي من امي ولا تقول. وش عندها عشره مع راجلك؟ لا وش عندها ديال الزواج؟ 13 عام دابا تاع الزواج 13 عام. في ديك الوقيته شحال كانت؟ ديك الوقيته تكون تقريبا شي 8 سنين هكاك تاع الزواج. واو شي 8 سنين تاع الزواج. واو راه بدر ماشي غير بقى سبحان الله العظيم اللي كنعاود دابا راه كيبان لي كلشي قدامي. الله يحسن عوانك. في اي باب وعرفتي ملي كتكون اختك شي وليت كنقول يا ريت كون كان شي وحده برانيه. وقلتي لي اختك عندها هذيك الساعه. السلام عليكم، بغيت نقول لك شكرا بزاف مادام وصلك هذا الفيديو هذا الا وانت من الناس الاوفياء ديال هذا البرنامج وبلا شك انه تيعجبك. ما تنساش انك تخلي جيم وكومونتير وبارطاج. وبالنسبه للناس اللي عاد جاوا جداد وغيكتشفوا هذا البرنامج هذا مرحبا بكم معنا في العائله ديالنا، وان شاء الله هاد العائله تزيد تكبر وما بقى لنا والو باش نوصلوا جوج المليون. اللي مازال ما مشاركش يشارك، وعلى الاقل خليونا غير المدينه ديالكم باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه عزيزه على هذا البرنامج هذا. السلام عليكم. تفضلي ليلى، عاودي داكشي اللي بغيتي حتى تسمعوك ليلى. اخويا انا ما عرفتش كيفاش نبدا والله العظيم. نبداي من الاول من الاول ان شاء الله. اخويا انا فهمتو كبرت في عائله زعما الحمد لله يعني بخير زعما ما هكا ما هكا المهم عائله متوسطه اللهم لك الحمد. كان توفى الوالد ديالي كان خلى عندي 8 سنين تقريبا. الله يرحمه ويسعد. امين يا ربي ربي يخليك. وكانت الوالده ديالي كان حنا 6 الخوت 4 البنات وجوج الولاد. المهم بقات الوالده ديالي هي اللي خدامه مسكينه متحمله سميتو. بقينا تنقرا واللي كي تنقولوا اللي قرا كمل راه كمل، اللي ما كتبش ليه الله خرج. وانا كنت نيت توقفت على الدراسه وداك الشيء ودخلت درت تكوين درت الخياطه وسميتو. حتى وصلت سنين تاع 18 عام. وكنت والله ديك الساعات عرفت على واحد السيد في الحومة ديالنا كان عنده محل داكشي خدام في السيكتور عندنا زعما قريب زعما قريب في الحومة ماشي زعما بعيد شي حاجة. و سميتو يسر الله تعرفنا كيف الناس وسميتو درنا الخطبة كي الناس. يعني راك عارف من ساعة 18 عام درنا الخطوبة دوزنا دازت شي شهرين تقريبا درنا العقد. يعني جلست تقريبا شي 6 شهور من بعد العقد بقينا تكلا في العادة كي تيكونوا اليوم ديروا العرس وبان ديروا العرس ما يسرش الله قلنا صافي بالك نخرجوا صافي نمشي من دارنا بلا ما نبقى لي جالسة في الدار ولا شي حاجة صافي نخرجوا نكري كريت يا يسرنا. يعني بدينا كي كيقولوا بدينا من الصفر اللهم لك الحمد. هذا من بدا زعما النية وداك الشيء راه هي كل شيء. صافي كانت الحياة غادية بخير وعلى خير زعما كان كل شيء غادي هو هذاك. يعني كي أي جوج بداو في الزواج ديالهم غادي يكون داك الشيء ميسر ومقاد و سميتو ولدت بنتي الأولى دابا راه ما شاء الله في عمرها 11 عام. ما شاء الله تطلع نعم ربي يخليك. دازت شي 3 سنين تقريبا ولدت ولدي الثاني دابا راه في عمرو 8 سنين. الو الو ها خويا كنسمعك اخويا بدر هاك ملينا
سميتو ولدت ولدي الثاني كان في عمره تقريبا شي عام ولا عام ونص تقريبا. كانت اختي معايا الصغيره بعمرها تقريبا هذيك الساعات تكون في عمرها شي 17 عام. كانت جالسه معايا في الدار كتقرا عندي. الحكم زعما الوالده البلاصه فين ساكنه الوالده وفين ساكنه انا ما بيناتناش بزاف، ما كايناش نص ساعه تاع الطريق. يعني حكم البنات الكبار سميتها تزوجنا حنا ثلاثه البنات اللي كبار تزوجنا تابعين الجدراري وهاد البنت من الاخر عندنا هي الصغيره. جات جلست معايا كانت تقرا عندي في الدار. المهم انا كيما تيقولوا اعتبرت انا بنتي ماشي كاع اختي. يعني راه اخي والد عندي عام وسميتو ماشي بقات كتقرا عندي كناخذ لها كتوبات نكتيها كل شيء. كذلك راجلي حتى هو كي عند راسي انا كنت نقول وتيحس بها بحال اختو كنت نقول يعني تيقضى ليها تيكفيها تيسميتو انا كنشوف داكشي تنقول واه يعني كيف دار حالي راجلي مهلي في اختي مهلي في اختي مزيان تيقول لك يتيمه وداك الشيء انا راني زعما ماشي مشكل خلي اختي كتقرا عندك انا راه غنعاون معاك عليها وهادي تتقرا وتوصل انا كنقول الحمد لله ملي هاد ولد الناس يعني زعما قلبه طيب وتعاون معاها وسميتو بغيت انا تقرا وتوصل كي تيقولوا راه حتى واحد ما غادي يبغي شي حاجه خايبه لخوات خواتاته ولا شي حاجه. ولكن اخويا بدر كانت صدمه مزيان ما بقات لا اختي لا كلشي بحال قلتي ديك اللي تيقولوا كون ما تشقات دخلتي ليها ما نشوفش بحال هذا المنظر صراحه. كانت في واحد الليله غادي يدخل هو تيشوف ماتش تاع الليله هكاك. كانت اختي انا كتبات معها بنتي في واحد في الصالون وانا ولدي صغير تينعس حدايا في بيت الناس. غادي يدخل راجلي مع 12 تاع الليل كي غادي يدخل غادي يدخل عندي ديرك لبيت الناس قال لي ليلى باش نعستي الناس انا بقى للحكم انني بقى فايقه سبحان الله العظيم جاب لي الله قلت لا لا راني نعس صافي خرج كيف العاده كيتعشى تيدخل ينعس. هذاك النهار تقولي ليش داك الشيء في بالي حيت حب بزاف الحوايج في بالي صراحه نتمنى ما يكونوش داك الشيء. لا داك الشيء لازم يكون خويا بادرني وي تمنيت انه ما يكونش والله العظيم الا كبير لا لحد دابا الان دازت مده وكنتمنى انه ما عمره كان. دابا تنهضر معاك اخويا بدر لدرجه انه بحال يلا واقع لي دابا ملي كنعاود القصه بحال انا كنعيشها دابا مباشره بالتفاصيل ديالها. واخا كملي لينا صافي خرج قلت انا راسي تعشى واحد شويه دازت ربع ساعات ولا ساعه نص ساعه ما رجعش للبيت والحكم ان باب الدار لا عرفتي لا تحل وخرج بنادم غادي يسمع الباب تيتحل ولا تيتسد تيدوروا ليا افكار في راسي لدرجه انه ضر لي داكشي قبل ما نشوف الواقعه مباشره ضر لي داكشي في راسي. قلت يمكنش ما خرجش والضو في الكوزينه كي تنقول طافي في البيت تعشى قاعد طافي في الضو الصالون فيه بنتي واختي ناعسه ما يمكنش غادي يدخل لي في داك الليل. صافي تنقول يعني داروا لي شي افكار في راسي تنقول يا ربي داك الشيء اللي كيدور دابا تنتمنى من سيدي ربي ما يكونش. صافي تيقول لي راسي اش نخرج من داك البيت نخرج ما نخرجش نخرج ما نخرجش تقول وين نعس ما ربما تكون اي افكار داك الشيء اللي تيدور ليا في راسي ما هوش. ولدرجة ان الصالون ما عندوش الباب عندي انا عندي غير خاميه في الصالون في كاين اختي غير خاميه ما فيهاش الباب الباب عندي في بيت الناس. اه
صعيب خويا بدر قسما بالله عمرني ما عاودت لشي حد هذا السر. قال لك بالله ما عاودتوش. مرحبا مرحبا ليلى. ولا الوالده لا خوتي ما قدرتش نقول شي حاجه اللي بقات بيني وبين اختي وبين راجلي وبين الله. كيف نقولوا الا دابا في وصلت الوقت حيت صافي عمرت تفت القياس بزاف اخويا بدر. خرجتي والله العظيم خرجتي من بيتك صافي وانا موضعت يا خويا بدر بحال قلتي خرجت نجري جهد لي زعما المهم لا كاين شي حاجه غير المهم داكشي اللي جاني من عند الله سبحان الله العظيم. ما عمرهم كانوا ديجا جاك شويه الشك قلتي راه لا خويا بدر لا فجأة تلقاني صاجات ولكن كنقول عادي فهمتي كنلقاني صاجات لا جدرا ولكن مش خارج الموضوع تاع لدرجه انني غنشك شي حاجه واقعه بحال هذيك بحال هذيك الدرجه كنظنهاش كاع ما عمرني ظنيت أصي خويا بدر غير خرجت كي حليت الباب كي هزيت الخامية وليت كنقول يا ريت ديك ديال كون مرت شقات ودخلت غير ما نشوفش داك المنظر. تقولي ليش لقيتي جالس مع اختك ناس بعدك؟ خويا بدر واو شنو وليت كنقول في هذيك اللحظة خويا بدر فاش دخلت هذه اختك من امك وباك بنت امي وبا ماشي اختي من با ولا اختي من مي ولا نقول واش عندها عشرة مع راجلك؟ لا واش حال ديال الزواج؟ 13 عام دابا تاع الزواج 13 عام في ديك الوقيته شحال كانت؟ ديك الوقيته تكون تقريبا شي 8 سنين هكاك تاع الزواج شي 8 سنين تاع الزواج واو خويا بدر ماشي غير قاع سبحان الله العظيم كنعاود دابا راه كيبان لي كلشي قدامي الله يحسن عوانك في اي باب وعرفتي ملي كتكون اختك شتي وليت كنقول يا ريت كون كانت شي وحده برانيه وقلتي لي اختك عندها هذيك الساعه شي 17 عام عندي 17 عام لا اختك هذيك الساعه 17 عام عندها هذيك الساعه وراه عارفه اش دير هذه انا بصراحه ما حملتش شي مسؤوليه تنقول لي قدر ما كانتش عارفه اش كدير في ديك الوقت اها ماشي بحال كي حملته هو المسؤوليه زعما راجل مسؤول وليداته وبسيته دخلتي لقيتيهم في ديك الحاله راجلك واختك مع اختي كنتمنى انني نكون غرقي وليت نقول يكون غير شي وحده برانيه يقدر ونعرف يقدر نقول برانيه ما تنعرفها ما كتعرفني ولكن وليت تنقول واه اختي راه تنقول مستحيل عرفت شنو هي اختي راه قلت لي صافي راه نوقف راه بزاف اخويا بدر داك المنظر لا اله الا الله لدرجه انه لحد الدروك باقي مأثر عليا داك الشيء ما كيتنساش ليا نهائيا ولو حاولت وراه ما سهلش واخا ماشي مسير اخويا بدر بزاف منين دخلتي منين حليتي الخاميه حيتي الخاميه صافي لقيت داك المنظر تيقول لي لا راه كتخايلي راه ما كاين والو قال لي راه كتخايلي كيفاش ما فهمتش فاش وليت قال لي كتخايلي زعما حتى حاجه ما كاينه من داك الشيء شنو تخايلتي غير ناض بدا تيقول لك تتخايلي قال لي تخايلتي قلت لي ما يمكنش انا شفت كل شيء بعيني قبرك وقال لي شي واحد ما غاديش ندير انا فديك اللحظه لا فديك اللحظه من شفتيهم شنو ناضو اربع اختك اش دارت ردت الفعل ديالو هو شنو شنو وقع هو اللي قلتي هبط هبط حدا بنتي وانا نقول لي قول لي قلت لي ما يمكنش اخويا بدر راه تخيل في هذيك اللحظه راه شي يقول لي واحد غير نخرج للزنقه ونغوت كاع من زعما حضرني الله حتى ديك الدرجه راه الحمد لله وليت نقول اللهم لك الحمد ملي ما درتش زعما خرجت ولا درت شي شوها ولا شي حاجه راه كنقول الحمد لله اختي باقا صغيره في هذيك الساعه انا وليت كندرجه انا وليت خايفه عليها واخا ما ذلك داكشي اللي دارت واخيب حاجه خويا بدر يجيك الطعنه من شي اقرب الناس ليك صعيبه بزاف كاع كلشي تكون وحده في الزنقه تكون بنت خالتك بنت عمتك تقدر تقول ماشي مشكل كيما كتكون اختك صافي كتوقف قاصه خويا بدر منين فيك لا حتى شي ردت فعل صافي حضرت راسها وسكتات ولكن ما كذبش عليك خويا بدر ردت الفعل ديالي ضربت عمتي فتا غوت
خمش عليك يعني صافي مابقاش عرفت اش كندير. بغيت نقول لها عرفتي شنو هي راجلي؟ قلت لها عرفتي شنو هي راجل اختك؟ بهذه الطريقه هكا قلت لها عرفتي شنو هي راجل اختك؟ واش في نظرك دابا كاين شي واحد؟ قلت لها تيه شرك ديال خواتات راه مستحيل. صعيبه بزاف اخويا بدر الله العظيم. وليت نقول لها كون خرجت غير الزنقه كون كان شي حد برانيه غير خصي كثير راه صعيبه بزاف. معنا كانت صدمه ديال سميتو ماشي صعيبه بزاف. صافي دخلت انا ديك الساعه حاشاك دخلت الطواليس سديت عليا راه مده شي ساعه ولا ساعه ونص كنضرب يديا مع الحيط راسي مع الحيط تنقول يعني يمكنش ولت نقول يا ربي نكون تنحلم غير نفيق نفيق من الحلم ونقول الحمد لله حلم تكلقى واقع ماشي مستحيل يكون حلم. صافي تسدات شي ساعة ونص تقريبا من سميتو خرجت تقول لي شوفي داكشي اللي شفتي راه كيف تخيلي والله ما كاينش شي حاجه تيري ما تفكرش معايا حيت انا شفت كل شيء واضح كل شيء باين ما كاينش باقي زعما شي حاجه اللي غتكذبها ماشي لقيت تصور في التليفون ولا ميساجات لا سميتو غتكذب راني شفت مباشره يعني يعني واحد الحاجه كتشوفها قدام عينيك راه ما يمكنش غادي تكذبها. خير اخويا بدر هذيك الليله راه بيتي راه ما نعاودش مرفوعه بحال صافي بحال تهزيتي من الارض على ما بقيتيش كاع فوق الارض صعيبه بزاف. والله صعيبه اكبر صدمه دوزت في حياتي هي هذي ما نكذبش عليك اخويا بدر. هذيك الليله المهم ما نعستش الصباح اول حاجه درت ما خليتهاش تمشي للمدرسه في الصباح بزاف سيت لا حتى شديري غنمشيو عند الطبيبه هي الاولى لا كلا صافي مشينا عند الطبيبه سميتو هي تقول لي الحمد لله داكشي كان كيقولوا المهم تكون فهمتيني ما نوضح بزاف اييه. قالت لي كيفاش نتا البنت عندها 17 عام تشكي فيها وانا كنتيش نقول شي حاجه قلت لها صافي غير سوء تفاهم وصافي. خرجنا مع الطبيبة هذيك الساعة قلت لها عرفتي جدي راه غتعيطي الوالدة جدك تحرانت بقي جالسة عندي شي نهار ولا صافي تلهنا وبركة تقول لي لا ويلي والله ما كاينه شي حاجة انتي درتي في بالك شنو غيحمقوني اخويا بدر ماشي تقول لي انا من تخيلتي انت كتشوف مباشرة ومشكي خويا بدر ما قلتيش نقول الوالدة غادي كبر المشكل قداش غيولي خوتي غيسبق شي واحد قاتلو هادي أول حاجة غنولي خرجت تاني لا خويا تولي ما حيتك لختك لا راجلك لا لخوك بنفس الوقت لا الوالدة ديالك إذا أنا غتولي خارج على عائلة لا قدا الحمد لله صحن الله نشكرو اللي حضرني الله بعدا تنقول زعما ما درت شي حاجة ولا قلت شي حاجة ولا درش أنه دابا الآن هذا الشيء باقي بيني وبينهم إلا اللي كتب الله اليوم وعاودت وكان أخويا بدر داك الشيء بحال قلتي مرضني بزاف قلب لي حياتي يعني 100 درجة. وصلتي أختك عند أمك؟ لا أنا شايك تقريبا قلت شي شهرين ولا 3 شهور ما قديتش نقول الوالدة ملي كنقول لها ديها أمي ديها عندك الدار تقرات لنا كتقول لك علاش أختك جالسة عندك ومولفات عندك خليها تكمل ولكن باش غادي تقول أشنو واقع راه ما قديتش ولت لدرجة أن اللي بنخرج خصني نخرجها معايا بندخل ندخلها معايا يعني واخا واحد السؤال عندي مهم وتا الناس واقيلا في اللايف غيكونوا مهم فاش هضرتي ضروري تكون جلستي معاها وقلتي لها علاش باش جاوباتك؟ مجاوبتنيش اخويا بدر كتجاوبنيش ما تتقول كنتي شي حاجه لا ويلي ما كاينش شي حاجه حتى المره الاولى اللي جاوبتني قالت لي راه ما كاينش شي حاجه غير بدخلي لبالك شي حاجه
هادي هي الهضره اللي كتقول. هو راه تلا نوع لا عاد عارف انا حيتاش كان في الاول كان كيكذب كي جلسي تيقول لي كتخايلي هذا الساعات بغيت حيتاش تاثرت من وراها مرات درجه اني وليت دوات العسل ونشرب الحكذاب الان بسبب هذاك المشكل. يعني بحال جلسي من شتا الطبيب ملي تعرضت لشي صدمه قويه يعني راه طحت في بدر درجه اني وليت كي شي حدا ميته كيجي حاجه كاينه دبلوم ليا ما نبدلهمش يعني صافي ما بقيتش عاقله على ولادي ما بقيتش وليت تكالما بداك الدواء ونعس ولكن داك الموضوع تيحي داك بحال قلتي ديك الصوره ديالهم بجوج دابا انا كنهضر معاك مرسوم ليا بين عينيا يعني ما يبين عينيك ما كتحيدش نهائيا لحد دابا يعني دابا واحد المده صحيت وليت شويه بعدا وليت عارفه شنو كندير صافي قلتي انا غنتفرق انا وياك ما يمكنش نكملو يعني ملي طعنتيني في ظهري ومع اقرب الناس يعني ما بقيتش شي حاجه غادي نكمل انا وياك تدرت دعوات طلاق شقاق وهادي وهادي وتاني ولاو نفس سميتو العائلة كدخل وكدير وما قدرتش تهضري علاش شفتي يا خويا الورد دابا انت علاش شفتيه من اطيب خلق الله تقدر تقول ما يمكنش يدير شي حاجه بحال هكا تقدر تختاره غير هو تقول لا ما يمكنش يديرها هكاك الدار عندنا ولا العائله ولا سميتو نقول لك لا ما كاينش شي سبب لا يخليك تفرقي معاه يعني وما يمكنش تهضر اش تقول ما يمكنش تهضر تقول اشنو المشكل ولا اشنو السبب ولا هضرت على تولي هي حياتها تضيع ودرس ان تولادي ما لقين باباهم بزاف لواحد الدرجه ما تخيلهاش يعني ما لقين بيه واحد الدرجه ما تخيلش لي جاي قدروا غير تناقشوا مناقشه ولا شي حاجه تيقول لك لا سكتي ما تناقشيش مع بابا يعني الله خويا بدر لا بزاف قسم بالله لا 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 صافي ما قدرتش ما قدرتش خويا بدر نتجاوز داك كنحاول ما نكذبش عليك كنحاول زعما ننسى وكي خويا بدر ما كيبغيش يتنسى ليه داك الشيء ما كيبغيش ما خدميش كيفاش درت درس انه فين ما كانش مجلس علمي تيقول لي سيري لي تنمشي نسول تيقول لي بنتي قدرتي تصبري كملي ما قدرتيش صحتك هي الاولى يعني هادشي اثر لي على صحتي بزاف يعني حياتي ما بقاش طبيعيه لا مع ولادي لا مع اي واحد كيما يكون ديال يعني ديك بنادم اللي كان طبيعي وكان شكل ما بقيتش لدرجة انه ما دابا مازال سميتو ما كتبش مع طلاق وسميتو بقيت في حقيت ولادي كنت صبر في حقيت ولادي نقدر مع الوقت شحال عمرك دابا ليلى دابا 31 ما شاء الله واخا قلتي لي واحد النقطة كنت باغي نسولك عليها قلتي لي داز سنين هو يقول لك الصراحة شنو قالك في وقت الصراحة وليت ملي كنوصل للنقاء انا اكبر سبب اللي عندي في حياتي ومشكل في حياتي بيني وبينه هو هذا المشكل ما بقى حتى شي حاجه طبيعيه بيني وبينه ديال قول لي الصراحه انا ماشي حمقه بيان شو الواحد ملي من تيشوف بعينك واحد تيكذبك تزيدي مرضك اكثر وتزيد تزيدي مرضك اكثر اخويا بابا تنقول لي غير ما تنقرش تيقول لي علاش تغيرتي تنقول لي انت عارف شنو المشكل اللي غيرني إذا ما تقولش لي علاش تغيرتي انت عارفه شنو السبب هو يقول لك اه هو غلط راه الله تيغفر انت خصك تغفري ليا وتنسي داك الشيء هذا هو الاعتراف اللي كتعرف به قلت لك انت كتقول لي كنت خايل قال لك هو ضروري نقول لك دابا وليت يقول لك لا والله تيغفر خصك انت تغفري ليا وانا خويا بطر ما كتبش عليك ما قدرتش شنو قال لك فاش فاش باش اعترف ليك شحال مره كيفاش غلطوا كيفاش وقع قال لك غير الشيطان ما تيبغيش يوضح اخويا بدر يا ريتكو كان من داك النوع اللي جلس معاك على الطبله يتناقش معاك كنقول ليه عاود ليا شنو كاين اشنو وقع شرح ليا كيفاش توصلتي لديك الدرجه كيقول لك واش الشيطان
غير الشيطان لقيتي كتهبشي قال لك على الموضوع غادي تمرضي اكثر كيف كيقول بحال هكا فينا مرات ولي عطا الله عطا بغيتي ولي بنادم اللي عندك عيش بالدواء وعيش بسميتو كتولي حياتك مازال حد الان حد الان حد الباب الان في الشعب دابا داك المشكل حيتاش هذاك المشكل خويا بطر ما باش يتنسى ليا راه ما باش يحيد كاع من بالي كنحاول زعما نتفادى سميتو ننسى داك الشيء ولكن والو زعما تيجيني في بالي داك المشكل تنقول علاش ورغم ذلك دابا راه تتلاقى هي وياك المناسبات ديال العائله ولا سميتو بحال ما كاين والو بغيتي يهضروا سميتو بحال ما كاين حتى شي حاجه ولكن انا كيفاش تلاقيتي فوالا فاش تلاقاو تاش مرضي ماشي انا مرضى خويا تنقول واخا كنحاول زعما سميتو ندير من بيا نشوف سميتو ولكن كنقول لهاد الجوج شوف اشنو دوزو عليا ودايرين بحال ما وقع والو هي كتب الله وتزوجات و... يعني يعني الضحيه الوحيده خويا باطر هي انا المشكلة انا خايفه على ولادي بزاف اكثر من راسي علاش مابقاش عندك الثقه فيه تنقول لا ثقة خويا بدر من هذيك الساعة تقدر ثقة مرة واحدة ولي تنقول يا ريت غير نفح ونرجع لولادي كيف كنت عرفتي بنادم اللي تولي تعيش بالدواء عيش بسميتو ما لقيتيش داك الطبيعة اللي كانت عندك تاع تربية دوك الولاد وداك الشيء ما بقاش كيف كانت يعني تغيرت كلي ماشي قبل ما تكملي لي ولا نهيو عافاك تقريبا 1000 واحد تيتفرج في هذه اللحظه تيقول لك 40 مستجابه هاد السيده ما قادره تقدم لها حتى والو ولكن تقدم لها واحد الحاجه اللي واعره بزاف هي عافاك دايره من قلبك عافاك لي كومونتير كاملين امانه عليكم بغيت نشوف كاع لي كومونتير كل شيء شي داير معاها الله يفاجئها عليها عافاك لي كومونتير كاملين كل واحد يخلي لها دعوه واللي دعا معاها الله يعطيها بالمثل ليلى اخويا قاصحه ما نكتبوش على الله بزاف اخويا بدر بزاف غير شويه ولكن ربي كبير ربي غيعوضك ما شي حاجه فيها خير ليك وان شاء الله الابتسامه ديالك غترجع وكشي نهار كيما تطلعي معايا طالعه معايا اليوم والدموع في عينيك ان شاء الله تطلعي معايا وضحكه مازال باغي تضيفي شي حاجه ليلى خويا بدر كنتمنى يدعيو معايا غير ارتاح ماشي خويا بدر بغيت حتى حاجه باش نكون مع وليداتي الا دخلتي دابا اللايف واقيلا غترتاح لمجرد تشوفي الالاف ديال الناس يدعيو معاك الحمد لله والله خويا بدر كنت كنتمنى وقتاش نطلع غير ارتاح ونعاود حيت ما كنعاود حتى شي حد نفس الوقت انا تنظن صافي كملتي طوي الصفحه ياك أم نيتي يغلب فالحياة راه تعيش مرة واحدة هذه تفكرها قالها خوك بادر الحياة راه تعيشها مرة واحدة ما تعيشهاش في الكآبة اللي عطى الله عطاه ولا طويتي الصفحة طويها في مرة إن شاء الله ربي ما يخيبكش تنشكرك بزاف ليلى لأنك شاركتي معايا ولكن تنتمنى نهار ترجع ديك الابتسامة عيطي لنا وفرحينا حيت غنفرحوا معك ان شاء الله خويا ربي يخليك ما شاء الله دخلي غير شوفي لي كومونتير الالاف الناس الدعم شكرا لك بارك الله ليلى.